ربي راعي وسلامي، عمري ما احتاج لي سواه، في الجدوب هو طعامي، في العطش نبع المياه. وان بوادي الموت مشيت، ليه اخاف وانا معاه؟ كنت بعمل شريط يرعاني وكانت ناقصة عندي ترنيمه. بس الحكايه بقى انه كلمه ربنا هي البطل في هذه القصه. يعني المجهود بتاع انه عارفين في الترانيم الناس تحب تقول كنت مسافر بقى في طياره والطياره بقى اتقلبت وكل الناس بس انا فكتبت او كنت نايم او كنت صاحي. لا خالص، ما فيش اي حاجه من الكلام ده. البطل هنا هو كلمه ربنا. فقلت له رب اذا عايز تضيف ترنيمه الى هذا العمل اديني كلامها. وبقيت افتح الكتاب المقدس واقلب فيه، ابص على الايات اللي انا بحبها والايات اللي انا حافظها. وبالتاكيد يعني زي اي مسيحي مؤمن عارف مزمور 23، الرب راعي فلا يعوزني شيء، في مراع خضر يربضني، الى مياه الراحه يوردني. قلت له اذا تسمح يا رب يعني عايز تساعدني في عايز اقول الكلام ده تاني وتالت ورابع. وكمان وانا بفتح المزمور ده هي البطل هو كلمة ربنا، مفيش احداث يعني نقدر نقولها وحصل وجرى يعني القمة بتاعت الحكاية وفي الوقت المناسب، مفيش ولا حاجة خالص. انا قاعد في البيت وقاعد فاتح كلمة ربنا عايز اكتب ترنيمة تعبر عن الاحداث اللي في حياتي، ان ربنا بيرعى حياتي. فابتديت بمزمور 23، والقرار اللي ساعدني فيه ان انا حافظ الجزء ده بتاع سفر يشعيا 4:25، انه لانك صرت ملجأ من السيل ظلا من الحر. يعني بتخيل كده ملجأ من السيل وظلا من الحر، السيل مطر الكتير، طب بلاها مطر، الدنيا تشرق بس ساعات تزود علينا الحرارة فنبقى حرانين ومش طايقين نفسنا. فكأنه عامل الجزء ده السقف. بقيت ملجأ من السيل ظلا من الحر، صارت نفخة العتاد كسيل على الحائط. كل الحروب اللي جاية ضدنا ولا حاجة ولا حاجة، جاية من عتابة جاية من أي حتة ولا حاجة، أنا محمي. ربي راعي وسلامي، عمري ما احتاج لسواه، في الجدوب هو طعامي، في العطش نبع المياه. وان بوادي الموت مشيت، ليه اخاف وانا معاه؟ خيري فيه مضمون وكافي كل ايام الحياه. قال لي ما تخافش في دخولك وفي خروجك من الخطر، هسترك من ريح وايدي تكون مظله في المطر. فبطل الترنيمه هنا هو وعود الله، اسمه برج حصين وآمن، اسم الرب برج يركض إليه الصديق ويتمنع، واللي من قلبه يآمن يلقى في الرب النجاة. ده الظلام انزاد وغطى، الآية الجميلة إنه إنما عليك يشرق الرب. فالمعنى اللي عايز أقوله إن إذا كانت بقصد انك انت بتكتب من كلام ربنا او بدون قصد، فانت طول الوقت بتسمع كلام ربنا وتسيبه يدخل جواك ويشكل وجدانك ويشكل اشعارك ويشكل افكارك ويشكل الصراعات اللي جواك، هيجي وقت تلاقيه تطلع في ترنيمة، يطلع في تأمل، يطلع في مكالمة تليفون مع حد صاحبك، يطلع في صراع. فجأة كده تلاقي نفسك في خناقة فكرية يعني او ذهنية، بس تلاقي كلمة ربنا بتسندك. فاذا كانت كلمة ربنا بتسند الناس اللي بيكتبوا ترانيم، مش مهم تكتب ترانيم، خليك جنب كلمة ربنا وهتسندك في كل وقت انت بتحتاج اليه. ده الظلام انزاد وغطى عالاراضي والبشر، نوره يشرق مجده يملى ارض من طلبه صبر. امين.
ربي راعي وسلامي، عمري ما احتاج لسواه، في الجدوب هو الطعام، في العطش نبع المياه، وان بوادي الموت مشيت لها خاف وانا معاه، خيري فيه مضمون وكافي كل ايام الحياه. قال لي ما تخافش في دخولك وفي خروجك من الخطر، هسترك من ريح وايدي تكون مظله في المطر. قال لي ما تخافش في دخولك وخروجك من الخطر، هسترك من ريح وايدي تكون مظله في المطر، تختبر في كل يوم انك على قلبي عزيز. اسمه برج حصين وآمن اللي يلجأ لحماه، واللي من قلبه يآمن يلقى في الرب النجاة. الظلام انزاد وغطى على الأراضي والبشر، نوره يشرق مجده يملى أرض من طلب وصبر. قال لي ما تخافش في دخولك وخروجك من الخطر، هسترك من ريح وإيدي تكون مظلة في المطر. قال لي ما تخافش في دخولك وخروجك من الخطر، هسترك من ريح وإيدي تكون مظلة في المطر، تختبر في كل يوم إنك على قلبي عزيز. يمتلي الفم بمديحه وافتخر طول عمري بيه، من هداني للمراعي، من حملني على منكبي، لا عوز للي ينادوله للي يتكلوا عليه. الأسود بتجوع ولكن يشبع الناظرين ليه. قال لي ما تخافش في دخولك وخروجك من الخطر، هسترك من الريح وإيدي كن مظلة في المطر. قال لي ما تخافش في دخولك وخروجك من الخطر، هسترك من الريح وإيدي كن مظلة في المطر، تختار